بعيدا لقاء بايرن ميونخ وفيا ريال القمه الاوروبيه ليله ابطال. وزي ما انتم عارفين في بث مباشر تاني برضو في نفس التوقيت وفي نفس الوقت، الساعه 9 بتوقيت مصر والساعه 7 بتوقيت المغرب والساعه 8 بتوقيت، لا يا ربي 10 بتوقيت السعوديه والساعه 11 بتوقيت دبي. ان شاء الله النهارده كل التوفيق للفريق اللي هيكسب، في فريق اوروبي النهارده هيكسب، هو اللي هيكسب، هو اللي هيوصل، هو اللي يستحق الوصول. النهارده بايرن ميونخ وفيا ريال، والمباراه الثانيه زي ما انتم عارفين ريال مدريد وتشيلسي، والمباراه الثانيه برده مذاعه عندكم على القناه قناه بحر المنوعات، هتلاقوا مباراتين على القناه مذاعه بس مباشر وحصري الساعه 9 بتوقيت القاهره. طبعا انتم عارفين ريال مدريد كسب تشيلسي 3-1 في ملعبه وسط جمهوره، والنهارده تشيلسي بيقول لك ان هو هيلعب مباراه من النار، مباراه العمر، والنهارده هيكسب ريال مدريد في اسبانيا. هل ده فعلا هيبقى صحيح ولا ايه؟ ولا انتوا ايه؟ توقع مين الفريقين اللي هيوصلوا المباراتين، بايرن ميونخ ولا فيا ريال ولا ريال مدريد ولا تشيلسي؟ توقع النهارده واكتب توقعاتك، وانا ان شاء الله بعد المباراه هنزل التوقيع الصحيح بعد المباراه على طول. ما تنساش تشترك في القناه، لان انت لو مش مشترك في القناه وعامل لايك للفيديو البث المباشر مش هيشتغل عندك. ثانيا لو انت مشترك مش هيجي لك الفيديو بتاعي ده، هيجي لك البث المباشر على طول وهتشاهد مباراه بايرن ميونخ وفيا ريال وتشيلسي وريال مدريد. كل توفيق للاربع فرق، واللي يكسب هنقول له مبروك. وبكره ان شاء الله في اربع مدوشه تانيين برضو هعمل عليهم بث مباشر، وكمان الساعه 9:30 النهارده في مباراه الزمالك وفاركو في الدوري المصري. كل توفيق لكل المباريات النهارده، قلت لكم النهارده على جميع المباريات النهارده. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح ما تنساش تدوس على الاشتراك تاني مره بقولها لك، وتتوقع المباريات زي ما قلت لكم في التعليقات، وتعمل لايك للفيديو، واشوفكم على خير. قناه بحر المنوعات على اليوتيوب. سلام عليكم.